السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض سويسرول فاخر. هنرسم عليه، يبقى الرسم على السويسرول. تمام، هنبدا مع بعض نقول مقادير. اول حاجه انا جبت صينيه، ما عنديش صينيه للسويسرول، اللي عندي الصينيه الكبيره بتاخد ايه مقدارين، انا عامله ايه مقدار واحد. تمام، فانا جبت ورقه زبده وشفيت رسمه كيتي، اي رسمه انت عايزاها. تمام، شفيت رسمه كيتي من على الكمبيوتر وعملت رسمه قلب هنا، وهنلونها مع بعض وهنعمل مع بعض السويسرول. تمام، هنا المقادير بتاعتنا هي بالجرام، كل حاجه 100 جرام. تمام، انا قربتها، حطيت ال 100 جرام، هنقول 100 جرام دقيق ما يعادل اهي كوبايه الا ربع، تقريبا كوبايه الا ربع. تمام، 100 جرام زيت ربع كوبايه، ربع كوبايه، اربع بيضات. تمام، كاملين. انا كنت الاول بفصل البياض عن الصفار واضرب ده لوحده وده لوحده. تمام، عملته كده مرتين قبل كده. تمام، ونفس النتيجه بالظبط، بل بالعكس الزيت انا ما كنتش بحط زيت، دلوقتي حطيت فيه زيت بقى بيخليه طري وجميل. انا عملت قبل كده مع بعض، عملنا قبل كده مع بعض سبونج بالزيت وجميل جدا وطري جدا وطعمه حلو. تمام، فالزيت هنا انت لما بنحطه على السويسرول مش محتاج انك تغطيه بقى والكلام ده، هو وينشف مننا اول ما يطلع من الفرن والكلام ده، لا، الطريقه دي مبسطه جدا ونفس النتيجه بالظبط. يبقى اربع بيضات، تمام، و100 جرام سكر ما يعادل كوبايه الا ربع، زيت دقيق بالظبط. تمام، وهنا معانا فانيليا، معلقتين فانيليا، وهنا معانا معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام، ودي الالوان بينك واصفر واحمر علشان نلون بيها مع بعض الرسمه. تمام، هنبدا مع بعض، هنقول بسم الله، هنحط البياض البيض كله. تمام، وهنحط عليه السكر وهنحط عليه الفانيليا. تمام، وهنضرب بسم الله. تمام كده اهو بخل اهو. هنحط البق باللون الاصفر. تمام اهو، البق باللون الاصفر اهو. نسينا بقى نحط هنا البق، لو حطيته هنا مش هيبان، فهنبقى نحطه بعد ما نخرجها من الفرن. تمام كده، وهنكمل العيون. طبعا بنعملها بلون اسود، انا اللون الاسود عملته طلع عندي رصاصي مش هيبان قوي، فلما تخرج هنعملها مع بعض بالشوكولاته. نكمل اهو بالراحه كده اهو. انا عايزه اوضح لكم، تمام كده. دوّلني القطة التانية.
تمام كده اهو. عارفين الرسمة على السويسرول نفس فكرة الايسنج رول اللي هو التسليج الملكي اللي بنرسمه على الكوكيز. تمام كده تمام. ما عندناش كيس حلوان، تمام؟ هنعمل ايه؟ هوريكم. هنعمل بقى الايه، اللون الاحمر بتاع الفيونكة، وهنعمل القلوب ديت تمام اهو باللون الاحمر. عندي هنا لون بينك جيل، تمام، ما نكترش. اهو بالمعلقة اهو على القلب، نجرحها كده وهنوزعه بالخل. بالخل اهو تمام كده. هوريكوا بقى لو مفيش كيس حلوين هنرسم اهو، شايفين؟ تمام. خد المقص وهنرسم وهنرسم اهي الفيونكة بتاعت كيتي. وهنظبطها برضو بالخلة. ونظبطها بالخيط اهو الفيونكة.
الاطفال بتحب الرسومات دي قوي، تمام. وممكن تعملي اي رسم، اي شكل، ورود، خطوط، اي زجزاج، اي حاجه انت حباها. تمام كده، نظبط دي بس شويه. اهو تمام كده، هندخلها الفريزر لمده 15 دقيقه وهنرجع لكم تاني. نكمل بقى، نحط باقي المكونات والبيكنج باودر بتاعنا. تمام، وهنحط من تحت لفوق برضو اهو عشان الهواء. لحد ما الرسمة تطلع من الفريزر. اهو انا حطيت هنا لون بينك بردك صغير كده علشان الرسمة تبقى تبان من اللون. وهنحط الزيت، هنضيف الزيت. من تحت لفوق طبعا عشان بنحافظ على الهواء اهو. تمام، تمام كده. بعد ما طلعناه من الفريزر اهو اهو، تمام. بعد ما طلعته من الفريزر بعد ربع ساعة نشف، هنبدأ ننزل اهو. تمام كده، تمام كده. موزع تمام كده، وهندخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة وهنطلعه ونشوفه مع بعض. نكمل. تمام،
كمان كده اهو زي ما حضراتكم شايفين سويس رول. تمام. وهنا بعد ما طلعنا سويس رول من الفرن بعد 10 دقايق طلعتها وما غطيتهاش باي حاجه، حطيت عليها ورقه زبده ثانيه. تمام. وهي لما طلعتها من الرس اهو الرس اهو الرسمة اهو. تمام. واهو وطلعت الرسمة اهو، شايفين حاجة جميلة ازاي. هنعمل العيون بتاعتها بالشوكولاتة دلوقتي. تمام. انا حطيت كده ورقة الزبدة عليها اول ما طلعت، بعد ما طلعت بشوية عشان هي سبتها تبرد كده ورحت لفاها. تمام. لفتها كده تمام كده اهو. تمام. وهن انا هحشيها تمام بكريمة حشو بكريم شانتيه. تمام. هنحشيها اهو بكريم شانتيه. طبعا ما ينفعش اول ما تطلع من الفرن على طول نحط عليها كريم شانتيه، ليه بقى؟ هيسيح طبعا. فانا سبتها اما هديت خالص، اخدت لها بتاع تلت ساعة اهي، وحطيت فيها وحطيت اهو عليها كريم شانتيه قدامكم. تمام. ممكن بقى انت تحشيها الحشو اللي انت بتحبيه خالص، اي حاجة ممكن تعمليها بمربى، ممكن تعمليها بكريم شانتيه بشوكولاتة، اي حاجة ممكن تحشيها بشوكولاتة، اي حاجة انت عايزاها بدعي بقى. تمام كده اهو كده اهو. تمام كده شايفه القلب اهو. تمام كده تمام كده. هنعمل كده عشان الكريم شانتيه يمسك اهو. تمام. هنحطها هنا على كريمة الزبدة. اهي كيتي اهي، حاجة حلوة الاطفال بيحبوها جدا. تمام. وانا عندي شوكولاتة هنا. تمام اهي شوكولاتة كنت مسيحها. هنعمل بيها ايه؟ العيون. تمام كده. انا هحطها في الميكرويف 10 ثواني علشان تبقى سايبة شوية عشان هعمل ايه شربتها. وزي ما حضراتكم شايفين نكون بكده خلصنا السويس رول الفاخر بتاعنا، وهو كيتي زي ما حضراتكم شايفين الرسمة اهي جميلة وعملناها مع بعض وسهلة، مفيش اي حاجة صعبة خالص.